السلام عليكم، أنا اسمي يوسف الشريف، بدرس هندسة ميكانيك في الجامعة الأردنية. إن شاء الله اليوم إحنا بدنا نشرح مادة الدف اللي هي الديفرنشال إيكويجن. طبعا زي ما بنعرف إحنا مادة الديفرنشال إيكويجن 7 شابترات، تمام؟ هي المادة بذات نفسها مش صعبة المادة أبدا، بس هي المادة بحاجة لحل ممارسة. طبعا مادة الفيرست هي زي ما كانوا يعطونا كل فصل، هي اللي هي مادة الفيرست اللي بتكون شابتر 1 وشابتر 2 مع بعض. طبعا ان شاء الله انا راح اكون معكم من هون لاخر الماده قبل ما نخلص الماده. ان شاء الله انا لي فيديوهات عن ماده السكند والفاينل جاهزين، فهلا انا راح اعمل فيديوهات لماده الفيرست. طيب هلا احنا اول شيء الشابتر 1 او بشكل عام الماده اللي هي ديفرنشال ايكويشن اللي هي معادلات التفاضليه هلا بشكل عام شو هي الديفرنشال ايكويشنز؟ الديفرنشال ايكويشنز معناها اللي هي المعادلات التفاضليه. تذكر لما كنا اخذنا بالتوجيهي كنا ناخذ المعادلات التفاضليه اللي هي مثلا كنا ايش كنا ناخذ زمان؟ كنا نحكي مثلا تذكر ناخذ مثلا صاد فتحه بيساوي جيب السين. تذكر ولا هذا الحكي؟ مر علينا هذا الحكي. كيف كنا نحل؟ كنا نحكي مثلا دال صاد فتحه كانت هي نفسها عباره عن دال الصاد على دال السين، ومنه بيساوي جيب السين. ومنه كنت احكي لكم انه مثلا دال الصاد بيساوي جيب سين في دال السين، نعمل تكامل للطرفين يطلع معنا صاد بتساوي تكامل الجيب اللي هو كان سالب جتا سين زائد جيم. طبعا الماده هاي هي نفسها ايش هي؟ طبعا الماده هاي هي نفسها اللي هي الديفرنشال ايكويشن، بس راح يفرق معانا انه في شويه تفرع، في شويه تفرع بهاي الماده، في شويه تفرع بهاي الماده اكثر. طبعا ايش الهدف من الديفرنشال ايكويشن؟ يعني انا لما اجيب لي مثلا معادله تفاضليه اللي هي مثلا خلينا نحكي واي برايم بيساوي ساين اكس، ايش الهدف من هاي الديفرنشال ايكويشن؟ هاي ايش الهدف منها؟ الهدف منها اني انا ايش هو الفانكشن، ايش هو الاقتران اللي هو ايش هو الاقتران لما اشتقه بده يعطيني ساين اكس. فاذا الهدف من الديفرنشال ايكويشن هو تو فايند ان انون فانكشن. طبعا هاي بس عباره عن بدايه، يعني هاي عباره عن تو فايند ان انون فانكشن. هاي طبعا البدايه هاي هي عباره عن شوي بدايه كلاميه لهي الماده. طبعا بس نسلك امورك الماده ان شاء الله كل شيء راح يكون تمام وكل شيء راح يكون مفهوم باذن الله. طيب هلا اذا حكينا الهدف من الديفرنشال ايكويشن اللي انا اوجد الانون فانكشن. طيب هلا بدنا ناخذ شويه شو؟ بدنا ناخذ شويه او قبل ما ناخذ شويه نبلش بالشابتر 1. الشابتر 1 اسمه فيرست اوردر اوردينال ديفرنشال ايكويشن، تمام؟ اوكي هلا قبل ما افسر لكم ايش يعني فيرست اوردر اوردينال ديفرنشال ايكويشن، اول شيء بدي اعرف لكم الاوردر. ايش هو الاوردر؟ الاوردر هو عباره عن اعلى مشتقة في المعادلة، بمعنى أعلى مشتقة في المعادلة، بمعنى لو أنا عندي مثلا y برايم بيساوي x تربيع زائد x، إيش أكبر مشتقة في هاي المعادلة الموجودة؟ قديش رقمها؟ المشتقة الأولى، فبالتالي بحكي إن شو اسمها هاي؟ first order. طيب لو أنا عندي مثلا y double prime مثلا y double prime بيساوي ساين اكس زائد اكس، ايش اعلى مشتقه موجوده في هذا الاقتران؟ يعني المشتقه الثانيه، فبالتالي احكي انه هاي سكند اوردر وهكذا. اذا حكينا اول شيء بدنا نعرف ايش اسمه اللي هو الاوردر، حكينا انه الاوردر هو عباره عن اعلى مشتقه موجوده في المعادله، يعني حكينا واي برايم بيساوي اكس تربيع زائد اكس، ايش اكبر مشتقه؟ المشتقة الأولى، في أكبر منها لا، فبالتالي بحكي إنه هذا اسمه فيرست أوردر. هاي معادلة نفس الحكي، أكبر مشتقة هي المشتقة الثانية، فهي بنسميها اللي هي السكند أوردر. طيب، هيك إحنا أول شيء بنكون خلصنا موضوع شو؟ هيك إحنا أول شيء بنكون خلصنا موضوع الأوردر. بدنا نيجي على موضوع كثير مهم كمان، طبعا هذا الموضوع يعني ما بده الحل ما بدنا، بس ممكن يجي لك مثلا تصنف يعمل لك كلاسيفيكيت ذيس ايكويشن اللي هو موضوع اللينياريتي. من اسمها ايش يعني اللينياريتي؟
linearity هي عبارة عن انك انت توصف المعادلة بانها خطية ولا مش خطية. كيف يعني؟ يعني انا عندي هاي المعادلة y prime زائد y يساوي x. اول اشي بدي اعرف، بدي اطلع ايش هو الاقتران الغير معروف، ايش هو unknown function اللي انا بدي اوجده اللي اكيد له مشتقة. ايش اللي له مشتقة هون؟ هو ال y. إذا الواي هي الاقتران المشتقة، هي الاقتران المجهول اللي أنا بدي أعرفه، هاي هي هذا هو الاقتران. كيف بدي أحدد هو؟ طبعا اللينياريتي بيعتمد على هذا الاقتران، بيعتمد على الاقتران اللي بيكون له مشتقة في المعادلة. هلا الواي مرفوع على قوة إشي؟ مرفوع على قوة واحد. طيب بما إني أنا بدي أطلع على واي، لازم أطلع على كل مشتقة لواي. واي برايم مرفوع على قوة شو؟ مرفوع على قوة واحد، فبالتالي بحكي عن هاي إنها لينير. تمام. طيب لو انا مثلا بدي هاي y برايم زائد y تربيع يساوي ساي اكس. تمام، حكينا اول شيء بدي اشوف الاقتران، بدي اشوف الفانكشن اللي له مشتقه. ايش هو الاقتران اللي له مشتقه هون؟ اللي هو الواي. الواي مرفوع على قوه شيء او مرفوع على قوه تربيع. بما انها مرفوع على قوه تربيع اذا بحكي عليها انها نان لينير. نان شو؟ نان لينير. تمام. طيب هاي بقى الشغله كثير مهمه. طيب لو انا بدي مثلا هذا المثال، هذا لو انا حكيت لكم هذا المثال انه y برايم في y بيساوي ساين او كوساين x زائد x تربيع. تمام، هذا المثال كثير مهم. ليه؟ لانه هون الواي لحالها صح هي مش مرفوعه على قوه اكبر من الواحد، والواي برايم لحالها كمان مش مرفوعه على قوه اكبر من الواحد، بس ناتج ضربهم بعطيني قيمه تربيعيه. كيف يعني؟ يعني لو انا عندي مثلا، لو انا عندي مثلا هذا المثال، او لو انا عندي مثلا واي، لو انا عندي مثلا واي بتساوي اي قوه، او عندي مثلا واي بتساوي اكس. تمام؟ اجيت حكيت لك او مش اكس، خليها مثلا، خليها مثلا بتساوي اي قوه اكس. اي قوة x. y بتساوي ايش؟ y بتساوي a قوة x. طيب y prime ايش رح تعطيني؟ y prime رح تعطيني كمان a قوة x. طيب لما احكي لكم انا انه y ضرب y prime شو رح يعطيني؟ a قوة x ضرب a قوة x، واللي بدها تساوي a قوة x بكل تربيع اللي هي نفسها a قوة 2x. فبالتالي من هذا الباب او من هذا المنطلق انا حكيت لكم انه لما يكون في عندي y برايم ضرب y، هذا الهاي شو بيكون تصنيفها؟ بيكون تصنيفها انها نون لينير. تمام، اذا حكينا اول شيء حكينا عرفنا ايش هي الديفرنشال ايكويشن، كان هي عباره عن معادله تحتوي على مشتقات لاقتران مجهول. شو الهدف منها؟ ليش انا بدي احل معادله تفاضليه؟ عشان اني انا اوجد قيمه هذا الاقتران المجهول. حكينا برضه عرفنا الاوردر، حكينا الاوردر هو اكبر مشتقه للاقتران المجهول، وحكينا بنصنفها فيرست اوردر سكند اوردر، حكينا الشيء الثالث هو اللينياريتي، اللينياريتي حكينا هو موضوع كثير مهم بيحدد لي اللي هو انه هي معادله خطيه ولا مش خطيه، طبعا حكينا على شو بيعتمد، حكينا بيعتمد على الاقتران المجهول اللي له مشتقه، بطلع على القوة المرفوعة له، وبناء عليه بحكم انه ايش؟ بناء عليه بحكم انه هو لينير ولا نون لينير. طيب تمام، هلا بدنا ناخذ كمان مثال برضه هيك فكره صغيره، طبعا هذا الحكي بالحد ذاته بدنا ابدا، بس هذا عباره عن مقدمه بس للماده عشان لما نفوت على يعني هاي كمصطلحات ترد معنا، بس كحل ما ترد معنا. هلا انا مثلا انا بدي احكي لكم هاي المعادله اللي هي مثلا اكس في اي قوه واي زائد اكس مثلا اكس في اي قوه واي زائد واي في x برايم يساوي 3. تمام؟ طيب هاي المعادلة أي أوردر؟ حكينا مشتقة واحدة، معناتها هاي بدها تكون فيرست أوردر. فيرست اللي بدي أنتبه لكم عليه هون أو اللي بدي أنبه لكم عليه هون إنه مش دائما الواي هي اللي بتكون الأنون فانكشن، ممكن مثلا هون إيش اللي له مشتقة؟ هي الإكس، هي الإكس، فبالتالي هون بتكون هاي او فعليا هاي المعادله بتكون كان فيرست اوردر. طيب هاي لينير ولا نون لينير؟
حكينا عاش بتطلع على الاقتران اللي له مشتقه. ايش اللي مشتقه هون؟ مش دائما الواي. اذا هون انا عندي اكس، اكس برايم، الاكس مرفوعه لقوه واحد والاكس برايم مرفوعه لقوه واحد، بالتالي هاي بدنا نحكيها برضه اللي هي عباره عن ميجا. هاي هون عباره عن ميجا. طيب لو كانت مثلا، لو كانت مثلا اكس في اي قوه واي زائد واي برايم في اكس بيساوي 3، يعني ايش هذا الاقتران؟ ايش هذا الاقتران المجهول صار؟ الاقتران المجهول صار هنا هو الواي برايم. طيب هاي حكينا ايش تصنيفها؟ هاي عباره عن فيرست اوردر. طيب هاي لينير ولا نون لينير؟ بدي اطلع على الاقتران اللي له مشتقه الواي، الواي الواي برايم مع المرفوع على قوه واحد. طيب اي قوه واي هي لينير ولا نون لينير؟ اي قوه واي هي اكيد نون لينير، هي الواي نفسها كقيمه هي مرفوعة على قوة ايش؟ او هي القوة، الواي هي القوة، فلما تكون الواي هي القوة اذا هاي بدها تكون نون لينير. طبعا انا في نصيحة لكم، يعني انا يعني بفضل انه تكون الدراسة من دفتر الدكتور عبد الرحمن يوسف، هذا الدفتر هو دفتر الدكتور هاد شامل، صح هو كثير تقريبا 175 صفحة، بس هو الدفتر كثير شامل أفكار، وأنا يعني تجربة شخصية درست عليه، ويعني بتكون مرتاح إن شاء الله بتكون مرتاح. طيب إذا هيك حنكون خلصنا أول موضوع أساسي في المادة. تمام، إذا هيك فهمنا شو يعني first order. تمام، فهمنا ايش يعني differential equation. ضل شو معنى ordinary؟ شو يعني ordinary؟ ordinary بمعنى طبيعي، بالمعنى الطبيعي معناها عادي. ordinary differential equation معناها عادي. طيب ايش يعني عادي؟ يعني لو انا مثلا عندي هاي المعادله y prime زائد 3 y يساوي 5 x. هلا مش ال y prime هي نفسها عباره عن dy على dx؟ يعني انا عندي function اسمه y، فلنفترض انه كان اسمه x في e قوة x. كيف نشتقه هذا؟ هو الأول في مشتق الثاني زائد الثاني في مشتق الأول زائد الثاني في مشتق الأول. طيب مش إحنا مسكنا y واشتقناه اشتقاق صريح، يعني اشتقنا اشتقاق كامل، فبناء عليه هاي شو نسميها؟ ordinary differential equation. ليه ordinary؟ لأن عندي y prime مشتقة اشتقاق كامل. طبعا هذا تابع اللي أخذناه بالكالكولس 3 اللي هو البارشال ديريفاتيف والordinary differential equation. النوع الثاني هو ايش اسمه؟ البارشال differential equation. تمام، هلا آخر شيء كنا نحكي عنه هو البارشال differential equation. البارشال differential equation كنا أخذنا عليها المثال اللي هي مثلا dy على dx dz زائد 5 y يساوي مثلا. طبعا هون حكينا انا عندي الانون فانكشن اللي هو الواي، انا مسكته واشتقيته مره بالنسبه لاكس والمره الثانيه اشتقيته بالنسبه لزد، فبالتالي هون بطل عندي اوردينري، بطل عندي اشتقاق صريح، صفى عندي اشتقاق جزئي، فهذا اللي بنسميها بارشال ديفرنشال ايكويجن. طبعا هاي مش مطلوب معنا في هذا الكورس. طبعا هاي بارشال ديفرنشال ايكويجن بياخذوها الطلاب، هي يعني هي ديفرنشال ايكويجن العاديه هي بريكويست للبارشال ديفرنشال ايكويشن اللي بياخذوها طلاب الميكانيك والميكاترونكس والحاسوب والكهرباء. طبعا بس في هذا الكورس احنا مش مطلوب منا غير الاوردينري ديفرنشال ايكويشن. ان شاء الله تكون الصوره وصلت تمام. هلا كمقدمه احنا خلصنا المقدمه اللي بتخص اللي بتهمنا في موضوع الكلام او موضوع التصنيف. او انا لما اشوف معادله اعرف انه هاي هي فيرست اوردر، سكند اوردر، والى اخره. تمام، هلا بدنا ناخذ لك امثله متنوعه على هذا الموضوع. مثلا لو انا بدي اول شيء سؤال اكزامبل كلاسيفاي ايتش ايكويشن. طيب لو انا اعطيته مثلا هذا واي دبل برايم زائد واي برايم سكوير زائد y يساوي 5 x. اول شيء قلت لك كلاسيفاي، شو يعني كلاسيفاي؟ طبعا هذا الاسئله ممكن تيجي مثلا في الامتحان ما تستبعده ابدا. كلاسيفاي اول شيء بدي اطلع هاي المعادله هي اوردينري ولا بارشل، يعني الانون فانكشن. اول شيء ايش الانون فانكشن؟ هو الواي اللي له مشتقه. الواي هي مشتقه اشتقاق صريح ولا اشتقاق اشتقاق جزئي؟ لا، واضح انها مشتقه اشتقاق صريح، فبالتالي اول شيء هي اوردينري ديفرنشال ايكويشن. طيب ايش الاوردر الها؟ شو كان الاوردر؟ كان الاوردر هو اعلى مشتقه موجوده في السؤال، اعلى مشتقه هي المشتقه الثانيه، فاحنا بنسميها ز
second order. ثالثا اللينياريتي. لينيا ولا من لينيا؟ حكينا بدي اطلع على كل انه الفانكشن ومشتقاته. الواي هون لينيا، الواي دبل برايم لينيا، بس الواي برايم تربيع، فبالتالي هي بنسميها نون لينيا. تمام؟ الصورة مفهومة إن شاء الله. أوردينري حكينا ليش؟ مشتقة اشتقاق صريح. سكند أوردر حكينا إنه أكبر مشتقة موجودة هي المشتقة الثانية. ونون لينير لأنه الواي دبل برايم هي مرفوعة على القوة التربيعية. تمام؟ إن شاء الله يكون هذا المثال إفهام. لو انا مثلا بدي اخذ المثال التالي، او قبل ما اخذ المثال او بعد ما اخذنا هذا المثال بدي اشرح لكم موضوع كثير مهم. بشكل عام مثلا حكينا مثلا لو انا في عندي ديفرنشال ايكويشن، مش انا حكينا بدي اوجد حل هاي، بدي اوجد ايش هو الانون فانكشن لما اشتقه بعطيني كذا. تمام، فايش كيف بدي اشتغل هلا؟ في عندي السوليوشن بشكل عام، هو السوليوشن، السوليوشن نوعين، اما انه بيكون general solution، اما انه بيكون general solution او انه بيكون particular solution. طبعا general solution ايش هو؟ general solution، general solution هو الحل العام، والparticular solution هو بنسميه حل جزئي او حل محدد. تمام، طيب ايش يفرقوا عن بعض؟ تتذكروا لما كنت احكي لكم عن صاد فتحه بتساوي جيم سين، طلعت معنا صاد بتساوي سالب جتا سين زائد جيم. تذكروا ثابت التكامل اللي هو جيم، هون احنا بنسميه سي. ثابت التكامل اللي هو جيم او اللي هو احنا بنسميه سي، هذا هو بيمثل الجنرال سوليوشن. ايش يعني الجنرال سوليوشن؟ هلا مش هذا الجيم ممكن يكون واحد، ممكن يكون 100، ممكن يكون 1000، ممكن يكون 23، ممكن يكون له ما عدد لا نهائي من الحلول. فبالتالي هذا بنسميه جنرال سوليوشن. ليه جنرال سوليوشن؟ عشان هو الحل العام او الحل اللي بيمثل لي كل الاحتمالات اللي ممكن تكون عندي. لكن يعني مثلا انا في عندي y برايم يساوي ساين x، حكينا كيف بدي اجي احلها؟ حكينا هاي عباره عن dy، حكينا عباره عن انه dy او y برايم يساوي ساين x. تمام، حكينا dy يساوي ساين x في dx. تمام، كان من كامل الطرفين يطلع معنا انه y تساوي ماينس كوساين x زائد c. c هنا هي نفسها، c هنا هي نفسها سي هون هي نفس جيم، هون هي نفسها شو؟ جيم هون هي نفسها اللي هو سي. تمام، هذا هو في حاله الجنرال سوليوشن. طيب افرضوا، افرضوا نفس هاي المعادله، نفس هاي المعادله ضاف لي شيء، ضاف لي شيء. ايش هو الشيء؟ قال لي انه واي الزيرو يساوي سالب واحد. ايش يعني واي الزيرو سالب واحد؟ طبعا هذا دائما وابدا، دائما وابدا الواي الزيرو يساوي واحد هذا الشرط بنسمي لإيجاد قيمة C. طبعا هذا الشيء احنا شو بنسميه؟ هذا الشيء احنا بنسميه initial value problem. ايش يعني initial value problem؟ يعني هي عبارة عن سؤال، هذا السؤال معطيني شرط له، هذا الشرط بدي استخدمه عشان اوجد قيمة الثابت C. طيب كيف بدي اوجد قيمة الثابت C؟ بيحكي لي لو انت عوضت واحد مكان X بيطلع معك Y سالب واحد، معناته مكان كل Y بدي اعوض سالب واحد بتساوي minus كوساين الزيرو زائد سي. طبعا سالب واحد كوساين الزيرو زيرو، سالب واحد بيساوي سالب واحد زائد سي، معناته سي بدها تساوي زيرو، معناته طلع معانا انه واي بتساوي ماينس كوساين اكس. طبعا لاحظوا هون انه بس حاله معينه، بس انا لما اجي اعوض مكان الاكس زيرو ويطلع لي الواي سالب واحد بيطلع لي قيمه سي اللي هي زيرو. هي عشان ليس مو بارتيكولر، يعني عدد محدد او قيمه محدده او حل جزئي او حل محدد. تمام، ان شاء الله تكون هاي، ان شاء الله تكون هاي الفكره مفهومه. طيب هلا بدنا هيك خلصنا احنا المقدمه او الموضوع المقدم او الموضوع الكلام او التصنيف في هذا التشابتر، بنكون خلصنا. طيب حكينا زي ما حكينا هذا التشابتر هو اسمه هذا التشابتر First Order Ordinary Differential Equation. طيب حكينا شو يعني First Order؟ يعني تحتوي المشتقة الأولى، يعني كل شيء بدي أتناوله بهذا التشابتر يحتوي المشتقة الأولى أو بدي أعالجه هو من المشتقة الأولى. طبعا تشابتر 2 هو Second Order
يعني بيتعامل مع اشياء بالدرجه الثانيه او المشتقه الثانيه. طبعا شابتر 3 بيحكي لنا عن هاير اوردر، بصير 3 و4 و5. طبعا كل شيء له طريقه حل ان شاء الله بيجي عليهم. هلا انا بحب اني انا ارتب افكار اكثر من انا بحب اني انا اشرح ماده، لانه هذا التشابتر بجوز تشوفوه هلا مثلا انه صعب، بس لقدام لما تشوف الماده اللي قدام رح تحكي انه هذا التشابتر كثير سهل. فالفكره اني انا بدي اعطيكم مخطط معين تمشوا عليه بحيث انه انا اكون قادر احل باي وقت من الاوقات. هلا هذا التشابتر او بشكل عام الديفرنشال ايكويشن في هذا التشابتر لها ست اشكال. إلها ست أشكال. أول شيء إشي اسمه separable differential equation. النوع الثاني non-separable differential equation. تمام؟ النوع الثالث اللي هو بنسميه إحنا exact. النوع الرابع هو non-exact. الخامس اللي هو standard form. والسادس اللي هو عبارة عن شو؟ اللي هو البرنولي. بإذن الله أي سؤال بتشوفوه بموضوع تشابتر 1 أو بموضوع الفيرست تشابتر طبعا رح يكون ايش؟ رح يكون اللي هو شكله أو تصنيفه واحدة من هذول الست أنواع. هذول الست أنواع أي سؤال رح يجيكم من تشابتر 1 اعرفوا إنه المعادلة هاي ديفينتلي واحدة من هاي الست أشكال: سيبرابل، نون سيبرابل، إكزاكت، نون إكزاكت، ستاندرد فورم، والبرنوليز إيكويجن. هذا الموضوع كثير مهم، هذول لازم يعني يفضل تحفظوه أو دائما أول ما تشوف أي سؤال اعرف تصنيف المعادلة. طبعا دائما إذا عرفت تصنيف المعادلة رح تعرف تحلها، لأنك أنت بتكون لما تكون درست عارف إنه مثلا هاي بتنحل كذا وهاي بتنحل كذا. تمام. هلا احنا بدنا ناخذ شو؟ رح اطرح هاي رح ناخذ احنا اول نوع او اول رح ناخذ احنا اول نوع او رح ناخذ احنا اللي هو اول رح ناخذ احنا اول نوع او رح ناخذ احنا اللي هو اول تصنيف اللي هو سيبرابل. من اسمها ايش يعني سيبرابل؟ سيبرابل يعني قابل للفصل او يمكن فصله، يعني انا بدي افصل شيء بحكي انه هذا سيبرابل. كيف؟ طب ايش الفكره فيه؟ الفكره فيه اني انا بيكون في عندي فانكشن أو سوري بيكون أحكي إنه مثلاً y prime بتساوي function of x و y. إيش يعني f of x and y؟ يعني function يحتوي على x ويحتوي على y. تمام؟ أوكي. هاي مهمة. إذا أنا قدرت أحكي إنه y prime بتساوي f of x ضرب g of y، بما معناه يعني إذا أنا قدرت أمسك هذا الفانكشن أفصله لأشياءين x هو أو function of x و function of y، هاي المعادلة شو بحكي عنها؟ بحكي عن هاي المعادلة إنها separable. ليه طيب بحكي عنها separable؟ separable لأنها قدرت أن أفصل الفانكشن اللي يحتوي على x مع الفانكشن اللي بيحتوي على شو؟ مع الفانكشن اللي بيحتوي على y. طب إيش قال لي في الحل؟ هلا بدي أمسك y prime بحكي y prime على g of y بيساوي f of x، وإنه باجي بحكي لكم إنه dy على dy على g of y، طبعا مش هي نفسها dy على dx، هي dy على dx على gy بضرب في dx، فبتصير هنا f of x في dx، طبعا بعمل integration بحل وبطلع معي كل هذا الفكره. اذا الفكره حكينا الفكره الاساسيه بالسيبرابل، انا في عندي هاي الستاندرد فورم لها y prime بيساوي f of x and y. اذا انا كطالب قدرت اني انا افصل هاي the function of x و function of y، اذا بسميها هاي separable. طبعا حل separable كثير بسيط، بفصله بحط ال x على جهه و على y جهه وبعمل integration وبيطلع معي اللي هو الكلام او بيطلع معي اللي هو الحل. طيب بدنا ناخذ امثله هلا، بدنا ناخذ امثله. طيب لو حكينا اول شيء بدي اخذ المثال هذا، بدي اخذ مثلا المثال هذا y prime بيساوي x تربيع في y. تمام؟ اوكي. هاي هذا الفانكشن كلياته، هذا كلياته عباره عن f of x and y. هذا الفانكشن انا بقدر اني انا افصله لفانكشن of x وفانكشن of y، مفصول جاهز، هي ال x تربيع لحال وال y لحال، معناته بحكي انه dy على y، سوري بحكي انه dy
على y بتساوي شيء عبارة عن dy على dx. بضرب بهاي الضربة الرابية بتصير dy بتساوي x تربيع في y في dx. إذا بقسم على y بطلع لي dy على y بيساوي x تربيع في dx. فعن في ملاحظة كثير مهمة، يجوز مثلا واحد يخطر على باله سؤال، طب أنا ليش يعني أنا فعليا لما كنا زمان ناخذ المعادلات هاي كنا نحكي مثلا أنا ما بقدر أقسم على y، بس هون فعليا أنت ما بتعالج أرقام، أنت بتعالج رموز أو بتعالج أنت unknown function، يعني أنت ضامن 100% إنه y هي unknown function والإكس كمان، فبالتالي أنا بقدر أضمن لك إن أنا بقدر أقسم على اللي بدي إياه وبقدر إني أنا أضرب في اللي بدي إياه، تمام؟ فعشان هيك هاي مستحيل تكون صفر. مستحيل تكون صفر. أظن جاهزة هيك، الواي على جهة والإكس على جهة، بعمل انتجريشن للطرفين بهذا الشكل. الفكرة هون في شغلة كثير مهمة. هلا إذا أنا طبعا أو بشكل عام مادة الدف ما بتعتمد إني أنا بعرف إيش تصنيف المعادلة ويلا حلي. بيعتمد برضو كمان إني أعرف أكامل ولا لا. موضوع التكامل كثير موضوع مهم، وكثير موضوع مصيري في هذا الموضوع بالذات. إذا أنا ما بعرف أكامل معناته أنا ما راح أعرف أمشي ولا بأي شابتر من دول الشابترات. فبالتالي احنا الاشياء اللي عندنا احنا نعرف نكامل، هذا موضوع كثير مهم. ايش تكامل دي واي على واي؟ هي نفسها هي عباره عن واحد على واي في دي واي. شو تكامل واحد على واي؟ اللي زي ما بنعرف كلياتنا للواي. شو بدها تساوي؟ تكامل اكس تربيع هي اكس تكعيب على 3 واكيد ما ننسى السي. هاي انيشال فاليو بروبلم، يعني في عندي قيمه او شرط معطيني اياه حتى ياخذ لي قيمه سي؟ لا، فبالتالي راح اخليها هاي جنرال سوليوشن زي ما هي. الفكره هون الحل ما خلص عندي. طب ليش ما خلص الحل؟ لانه انا حكينا الهدف اعرف انه الفانكشن ايش قيمته، الانون فانكشن الواي ايش قيمته مش ان الواي. فبالتالي شو راح اعمل؟ راح ارفع الطرفين لاي قوه، اي قوه، وهي كلياتها اي قوه. شو راح يصير في عندنا؟ اي راح تروح مع الن، راح يطلع معنا انه واي بتساوي اي قوه اكس تكعيب على 3 زائد سي، معناته راح يطلع معنا انه واي بدها تساوي اي قوه اكس تكعيب على 3 ضرب اي قوه سي. طبعا بما انه سي كونستانت واي كمان كونستانت اللي هي قيمتها 2 و4، فبالتالي بحكي انها بتساوي واي بتساوي عاده نسميه كي، كي في اي قوه اكس تكعيب على 3 بهذا الشكل. هيك ان شاء الله بتاخذ الحل الصح 100%. تمام؟ نعيدها سريعا. حكينا اول شيء انا بدي اعرف هاي المعادله بقدر افصلها ولا لا، يعني بدل اخليها f of x ضرب g of y حكينا جاهزه، x تربيع في y جاهزه 100%. حكينا بعد هيك انا بدي اخلي الوايات على جهه والاكسات على جهه، شو بعمل؟ بقسم على y، حكينا بصير اقسم على y عادي لانه هذا فانكشن مستحيل انه يساوي صفر، تمام؟ حكينا هاي y برايم بفصلها dy على dx، dy على dx وضرب dx، تمام؟ بعمل انتجريشن للطرفين، بيطلع معي انه ln y يساوي x تكعيب على 3، تمام؟ زائد اللي هو c. برفع الطرفين للاي قوه بيطلع لي انه واي بتساوي اي قوه اكس تكعيب، وبنخلي مكان اي قوه سي وهذا اللي حكيته الان. هلا بس في ملاحظه صغيره، بجوز اللي باخذ عند دكاتره معينين اكتشف انه في دكاتره بيعملوش زي هيك، وفي خاصه دكتوره منزلين الماده هلا في هذا الفصل بتحل بطريقه معينه. شو هي هاي الطريقه؟ يعني لو انا عندي نفس هاي المعادله واي برايم بتساوي اكس تربيع في واي، هذا السيستم تبعنا عادي، نقسم على واي، تمام؟ هلا شو بتعمل هي هاي الدكتوره؟ هي فعليا مش فرق كثير، بس هي احنا مش متعودين عليه، احنا متعودين نفصل دي واي على دي اكس بعدين نحل. هلا مش واي برايم، مش واي برايم هي مشتقه واي؟ اكيد واي برايم هي مشتقه واي، فشيء مشتقته فوقه على طول باخذ اللين له، فبصير يطلع لي لين الواي طبعا بعد استكامل طبعا طلع لها اكس تكعيب على 3. هي فعليا نفس الفكره، بس على فرض على فرض على فرض انا كان عندي مثلا بالمقام مش واي، شيء ثاني. هلا انا يفضل يا اوكي بدك تحل على هاي الطريقه بصير، بس يفضل انك انت تاخذ دائما مسار واحد، يا يعني بتحل على الطريقه الاولى يا اما بتحل على الطريقه الثانيه، تمام؟ طبعا انا بالنسبه لي بفضل الطريقه الاولى اسهل ومتعودين عليها اللي هي اكثر هاي الطريقه. تمام. طيب اتوقع ما فيها شيء، ما فيش فيها شيء، هذا ناخذ مثال ثاني. ناخذ كمان مثال. ناخذ كمان مثال. لو انا مثلا بدي اخذ هذا المثال، حكيت لكم انا مثلا انه واي برايم واي او لا ناخذ مثلا اللي هي زي هيك. اكس في واي برايم، اكس
في واي برايم بيساوي الله صلى الله عليه وسلم بيساوي اكس تربيع في واي زائد واي بهذا الشكل. تمام؟ عندي انا هاي المعادله اكس في واي برايم يساوي اكس تربيع في واي زائد اللي هو شو؟ زائد اللي هو بالضبط زائد اللي هو واي. طيب هاي المعادله اول شيء انا ما بعرف هاي المعادله اللي قبلها كان واضحه انها سيبرابل، هاي مش واضحه انها سيبرابل. فاول شيء بعمله في هذا الشابتر اول ما اشوف فيرست اوردر اوردينري ديفرنشال ايكويشن شو بدي اعمل؟ لازم احاول اخليها سيبرابل، لازم اول لازم احاول افصلها، لازم احاول افصلها، بدي اجرب هي تنفصل ولا لا. خلينا نجرب. اول شيء x y prime بيساوي لو طلعت y عامل مشترك شو بصفي عنا؟ x تربيع زائد 1 بهذا الشكل. طيب اقسم لي على y واقسم لي على x تتصير y prime على y تساوي x تربيع على زائد 1 يكون على x وطلعت سيبرابل، مع انه ممكن طبعا اغلب في معادلات كثيره الوحده الاولى اول ما تشوفها بتحكي والله هاي مستحيل تكون سيبرابل، بس بالاخير تطلع سيبرابل زي هاي. اوكي حكينا الاكس تات على جهه، الوايات على جهه، هلا بدنا نعمل انتجريشن، بدنا نكمل تكامل. حكينا هاي هي نفسها عباره عن سوري واي برايم بس قول دي واي على واي تساوي اكس تربيع زائد 1 على اكس تربيع زائد 1 على اللي هو ايش؟ اكس تربيع زائد 1 على اللي هو اكس بالضبط دي اكس. تمام كده نبلش نكمل، هلا حطينا هون الاشياء التكامل. كان تكامل دي واي على واي معروف اللي هي لين الواي بيساوي هاي ايش تكاملها؟ شو لازم نعمل؟ لاحظ انه انا البسط بتوزع على المقام عندي، فبالتالي هاي بنفسها بدها تكون اكس تربيع على اكس اللي هي اكس زائد 1 على اكس. وزعت البسط على المقام اكس تربيع على اكس